طيب السلام عليكم. أبدأ أقدم حالتي، هي حالة يعني غير شوية. قلنا أول حاجة حالتنا في ميل 40 سنة، مشكلتها بدأت لما عملت ثيرابيوتيك بورشن من 3 شهور عشان البيبي كان عنده فيتال مالفورميشن. ساعتها دكاترة الناس اكتشفوا إن هي عندها أسايتس وقالوا لها تتابع بقى مع البطنة. جات لنا عندها دال ايكينج بين، نوزيا فوميتينج، لوس اوف ابيتايت، لوس اوف ويت، ما كانش فيه فيفر، ما فيش جي اي بليدنج، ما فيش جوندس، ما فيش ابدومينال سويلنج، ما فيش ريليفانت دراج اور فاميلي هيستوري. في الاكزامينيشن العينه كانت فايتلي ستيبل، كانت تايرد، سلايتلي ديزنيك، عندها مودريت اسايتس وعندها بوزيتيف شيفتنج دالنس وما فيش اورجانوميجالي. العيانه ساعتها لما كانت عملت ثيرابيوتيك ابورشن، دكاتره النساء لما لقوا الاسايتس قالوا لها اعملي بلفي ابدومينال ام ار اي وبس كده. عملته طلعت بس عندها ماركت اسايتس وعندها بايلاترال مايلد بلورال افيوجن. اول ما حجزناها بقى عملنا بيزك انفستيجيشن. اول حاجه السي بي سي للتي ال سي عالي 15، الهيموجلوبين 8.4، مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. بعد كده فول كيمستري، هنا اول مفاجاه ان البند بتاعنا عالي 104، الكرياتينين 4.3، اوكي، والصوديوم كويس 135، بوتاسيوم 4.2، التوتال بلوروبين 0.5 على دايركت 0.1، الاي اس تي 20 على اي ال تي 13، والتوتال بروتينز 5.7، البومين 2.2، الكالين فوسفاتيز 122، جاما جي تي 15، توتال كالسيوم 9.6، سي ار بي كان عالي 205، اي اس ار عالي 115، الفيرال ماركرز بتاعتنا نيجاتيف، اي ان ار 1، الفي بي جي بي اتش 7.46، كربون دايكسايد 27، بايكارب 19، هنا يعني كومبنسيتد ريسبيراتي الكالوز. بعد كده عملنا بيزك لابوراتوري انفستيجيشنز، بلفي ابدو التراساوند، لقينا برضو مفاجاه عندها ماركت تربت اسايتس بايلاترال مودريت هايدرونيفروزس، اكدنا بالسي تي يو تي عندها بايلاترال مودريت هايدرونيفروزس بس ما كانش كاتب اني كوز اوف هايدرونيفروزس. سالنا المسالك قالوا خلاص يا اما تركب بايلاترال دبل جي او بايلاترال نيفروستومي، ركبنا البايلاترال نيفروستومي. بعد كده عايزين نعرف ايه السبب كوز اوف اسايتس، عملنا اسيتيك فلويد اناليسيز، كانت التوتال بروتينز بتاعت الاسيتيك عاليه 3.9، عملنا برضو سيل كاونت كانوت بي كاونتد، كانت كواجيلم، والكالتشر نيجاتيف فور اسيد فاست بس اللاي ومفيش اورجانيزم ونو جروث والساج ريشيو 0.2. عملنا ورك اب اوف تي بي، تي بي بي سي ار على الاسيتيك فلويد طالع نيجاتيف، ادينوزين دي امينيز برضو نيجاتيف، سحبنا تي بي جولد كوانتيفيرون طالع نيجاتيف، عملنا برضو سحبنا اوتو اميون ماركرز طلعت نيجاتيف. خلاص قلنا نسحب تيومر ماركرز، هنا كلها طالعة عالية بس احنا مش عارفين ايه لسه الماليجنسي فين بالظبط. سي 19.9 طالع اعلى حاجة 1762 وبقيتهم كلهم عاليين. عملنا ترانس فاجينا الترا ساوند يعني برضو انريباركبل، مفيش الا فري فلويد ده بس المكتوب. هاي ريزوليوشن سي تي تشيست فيها بايلاترال مايلد بلورال افيوجن، كارديوميجالي واسايتس. طيب كارديوميجالي قلنا نعمل ايكو، هنا تاني مفاجاه لقينا ان هي عندها ميس في الترايكاسبت فالف 5x13 ملم. طيب ساعتها واحنا بنمر عليها فجأة كده بدأت تشتكي ان هي ما بقتش عارفة تبلع الأكل كويس، عندها ديسفيجيا، ده ما كانش ملحوظ من أول الأدمشن. طيب عايزين نعمل سي تي بلفي أبدومين بس لسه الكرياتينين عالي فمش عارفين نعمله، قلنا خلاص خلينا نعمل ري ريدنج للإم آر آي اللي هي كانت عملته من حوالي شهر فات. فقالوا يعني كويري كده ان هي عندها جاستريك ثيكنينج، قلنا طيب خلاص هي عندها ديسفيجيا جاستريك تيكنينج خلينا نعمل ابر جي اي. هنا بقى كانت المفاجاه الكبيره ان هي عندها ميس بدءا من الجاسترو اسوفجيال جونكشن لحد الانترو اراوند 2/5 الاستومك، والديودينم كان فري، دي كانت صورتها، دي بقى الصور برضو. اخذنا منها بايوبسي، البايوبسي فيها بولي ديفرنشيتد كارسينوما، عملنا بيت سكان
بيت سكان طبعا the conclusion بتاعته فيها metabolically active gastric neoplastic mural thickening و multiple FDG avid nodal و omento operatorial و osseous deposits و bulk adenexia likely ان هي تكون metastatic disease Krokenberg tumor. فالحالة بتاعتنا كروكنبرج تيومر. كروكنبرج عبارة عن إنه هو بيكون metastatic malignancy of the ovary, بيكون في mucin rich signaturing adenocarcinoma. البرايمري بتاعه غالبا بيكون من gastrointestinal و 70% من الحالات بيكون البرايمري هو الاستومك. الباث فيسيولوجي السبريد اوف جاستريك مالجنسي بيكون عن طريق ليمفاتيك هيماتوجينس او ترانسسيلوميك باثوي. ترانسسيلوميك باثوي ده بيكون سبريد من خلال الابدومينال روت للادجيسنت اورجنز. في انواع من الكروكنبرج اللي بيكون فيها اسايتس وهايدروثوركس زي حالتنا هنا بنسميها ايه سودوميكس سيندروم. الميكس سيندروم عباره بقى نفسه عن اوفيريان فايبروما وبلورال افيوجن واسايتس. السودوميك بلورال افيوجن واسايتس اوفيريان تيومر بس مش فايبروما بس كده. ثانك يو.